بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ودبات وجب ما لام وزاني نكيك اشتكي باشا لعين حالشا ضرورتي نية إما تواني القرآن أخبرنا يقدان ألف إمالا نكين يكفت حج إمالا نكين كذلك أحلاز مالا نكين إمالة الحروف، والحروف لا تمالو. بوشي حروف لا تمالو؟ ولقلة تصرفهم في الحروف، جن تصرفها الحروف كما، ولأنه لا أصل لألفاتها فتمال للمناسبة. لما رأي شنك هج ألف هج أصل بو أصل كان يعني بلا والله عمل لا أصل عواوي مكسور بو يعني بو يعني بري لتصرفات أوي بي بي مفتوح حيش وانينيا تغلي والله بو يمباليك إماليك نبرو مناسبة. فإن سمي بها طبعا أم حرف أنا كريان علم كريان بأس المرشدين فكل أسماعي فكل أسمائي حكمها حالو لا إذاك أو وقت حكم غانه إسماعيل وكذا حتى لو وجد فيها ما يختلف لما لتبع التسمية أجر دواي تسمية شتيت دواي كادف كو كاقتزاء إمالك إمالك كما في إلا وأما أميلت أمانا قبيان كي علم شنك أجر ليس إلا نية أجر علم بي أجر تسمية كيتو علم أخر قد تمكي لديك تسمية أبت إلا يعني الفقرات هي مفتوح إما يعني يا أما يعني وميلت لأن ألف الرابعة في الاسم يحكم بأنها عن ياء واحكم ذلك ما، ولهذا يثنى حينئذ بالياء فيقال إلا يعني أجر إلا بمثل على قياس حبل يعني إلا يعني على قياس حبل يعني وإلا لم تمل إمالنا كذا كما لو سميت بما ولا وبنحو على لأن التسمية تجعلها كن وأنا تقريبا ذو حرفية بن ياسي حرفية تجعلها من بنات الواوي يعني من بنات الواوي بنات أو ليوانية بنات وبناء لبين وكانين بفرينوا من شتيك معنى دي ولوا ظلام نية وآياتها كأفرمي واتقوا الله حق تقاته أو مبودر كوتوا كوصف ناقص كبر وزن فاعلة بجيء ويكبر وزن فعلة تنجم وكريب ناقص فعلة تنجم وكريب جاء وقل غير ناقصة كلا حبر وزن فعلة همانا ما استرش من بر وزن فعلة هيا وكو صدقة مثلا لا كفرة هيا بجمع لي صدقة مفردة لهيه نكشاري مثلا حق تقاتينية تقياتنا لو لا شو أقل إيما واقي جمع وكين واقي كناقصة بتوقياتنا بتوقات شاكا إيسا أقل واقش لواقي بتيهر بتوقات أجل إبداع ليتي. إذا تقاته يعني أو أوتي واويتر تقاته يعني مثل تقياتن. فس أجل إما لنا أي سدرس أو لا فعل في لك واوا ولا ما في لك يي يعني ناقصها. مثلا إذا كان نية ما بنا يبني مثلا بني اسم فاعل كيتي. أجل جميع كينوت بنات. ده هيش دور نية مثلا كشي بالوزني أو هات به البنات به. يعني بنيات بوائية ككلا بألف حالبي بويا من الواو آخر مولم من بنات الواوي شاكا أشكريه يعني لبنية الواوي يجير يعني إنك بنات الواو بي يعني إكاب فرع الواو أو بنت بني فرع بي حالبي جمعي بين الواو وشي لأن بنات الواوي أكثر شن بنات الواو أكثر زيادة لها بشيش هذا أمر الجمع بين ذي بتي كيا أين عقل لصورة عوام السربوك وحق تقاته بتي قرد نوسيا حاله ذا سكرات بنات يعني فرعي واو فرعي واو زورت له ولذلك يقال في التثنية شاكا ساقع على تثنية كيتوا يجين علواني حاله بالي أما ولي وأميل بلا ويا حاله ديبو قلالا بي إلى جوابه أما إلى شن لا والله كسري هيا يعني شاهد به أو كسر بلا إلى يعني إلى حرف جر هنا أبو إلى واني بوا أبو قلا أو على وعيت من بعد أي إلا ك شون هل إلا يستثنى أنا إلا وعيت شو حرفية أو حالبين أبيت إلا وإلا يعني ما فذو إمالك يا دروز ذبي أما مثلا ما ولا شن بيت بناتي واو يا على وبنحو على على قال تسمية فيها بكرية شنك مثلا وكواو حسابي بوكين إمالي ناكل
وأميل بلا ويا ولا في إمالا. طبعا بلا إمالك ريا يا إمالك ريا لايش إمالك ريا طبعا نقلها مشوينك بل كل إمالا ون يفعل هذا إمالا وهي لتضمنها الجملة لبروي أو بلا أو يا أو لا لو جاء تايبة يا متزمني جملا معناه جملة غير فصارت في الاستقلال كالفعل الملمر فاعله ليلى استقلال وأن لا توقف فعلك فاعل غير مقدر بوعي فإنه يجوز فإنه نحو غزا رما فإنه كاتوك غزا ورما واشتواه قال الله تعالى أخوة تعالى فرميتي تغزا جتواني إمالكي لبروا شنك لبعض الشوانيا ألفك أبي بوا وإن لولا شو غينك هي لا والله كحرف استعلايا بو ماني عجب نادريه أما تهم فاصلة على بينا هم أمال ما لسي مورد استثنائية كيا شن غزا أجر مجهولي كيا مجهولي كيا أبي تواي مفتوع بيتا غزية حالبي هذا يقول لي إيمانية رماش كوايا يا جل دي أرجع أو بلاوية ولا يا أجر متزمين جملة بن هل حسابي أو فعلان موكلك فاعل كان مقدر به قال الله تعالى ألست بربكم قالوا بلا ستواني أو بلايا إيمانك يقول بلي أشا أربك بلايك ودي خوامان أي بلا أنت ربنا يعني توفر ودقال يمي ويا تلوب مناب أدعو يجدجي أدعو داني شيء شاكا وأصل إما لا دي في مسيرة خو ما يشكره لجي أن في داني شيء وثوكو بلاي ما أضربو بتأول أو اللي قال أبدا يا أنفي الله ربا معناه أنفي بيا مثلا يعني من نفي الله ربا كما هو وأصل إما لا أصل إما لا إنما لايا وما صلة يعني زائدة بس تقول أخرج شو ردلو فإذا امتنع أجر حاضر نبو برواتة دلو قلت إما لا باشا يعني كواتا سكانية أو ما زائدة يعني إن لا تخرجوا فتكلم قصبك أي إن كنت لا تفعل الخروج أجر قرأت وخروج فتكلم قصبك باشا دي أمجال فعلم أن لا في إما لا مغنية غناء الجملة الفعلية شاكا مغنية با يعني بينياز كولندية لا بينيازي وبينيازي جملة فعلية يعني أصلا جملة فعلية بينياز معني كلا مثلا إن كنت لا تفعلوا آخر إما لا يا خب كنت حذف كريا على إيوان تو ما يكو بعيوزي كان هاور بيان إيوان دي أبوتا إنما يبتا إما لا كي ما وفقا دي أولا أو تفعلوا خروج فتكلم بيشتي حذف كريا بس معنى أولا أو جملة غير أبوها كاني أو درست كواتا درست ضلي بطل بطل إما لا إما لي أعيك حالب لا أم جارة أما باسي حروفه أم جارة باسي اسمي متمكنة يعني نعراو أفرمي وغير المتمكن اسمي غير متمكن أخرى ويكا متمكن ضلي لإسم عربائي تحت شرائط خوي إما لا درست أما غير متمكن من الأسماء ونحو ما الاستفهام الاستفهامية وإذا كالحروف يعني غير متمكن حروف واية في الامتناع عن الإمالة الامتناع عن الإمالة إذ لا يعرف أصل ألفاتها عشان أصل ألفاتها غير نازلي وذا ومتى وأنا كبلا أما أو ذا ومتى وأنا يحكم بلا يعني في أنها تستقل بالمفهومية لبنوك مفهوم مستقل يعني فلهذا لبنو جوز فيها الإمالة الإمالة أنت أجلدها وإن كانت غير متمكنة باغير متمكنة مثلا تقول من فعل كذا فيقال ذا يعني فعل ذا وكذا مفهوم غير مستقل كذا ومن أنا في جواب من قال لك كذا دينارا وتؤعنا دينارها تعطي لك كيو أو لبو من دينارها بابتي شيئا مثلا حالبين دي أولي أو أنا يأتي من أني آوى ومتى إذا قيل زيدون يسافروا أريبوا متى كي مثلا وأميل عسى فعل غير متصرف لأن ألفه عن يائن شو ألفك لبرية ويقول لمجيء عسيتو شن عسيتو هاتوا بوازين كألفك من قبل لبرية ولا بأس بكونه غير متصرف فيه قيناك كوا مثلا غير متصرف في تصرف كيانك يا قيناك على نحو ما تصرف في سائر الأفعال يا على نحو ما تصرف في سائر الأفعال قيناك غير متصرف بوشوي قيلا تصرف كيانك يا بوشوي كلا فعل قال لا تصرف كيا آخر ما مش نوع التصرف في كيايا شو هذا سيخ خيلا جو سبيع طبعا ملارع مثلا مستر مع هنا وصف أو عنه كيمياء
حرلة فقط في غير مازيها لأن تصرفه بتغيير لامه يكفي في ذلك شن تصرفك بتغيير لامك كافية أو تصرفك بتغيير لامك كلا على عسيتها كافية بوويك مبدأ أسوأ الفقيتشية هذه أمجنا معنى وعيدها وإنما أميلة أي باشا اسم حرف تأجي مثلا أليف با تا سا أعوان بو إمالة عكي حرفي يجب إنما أميلة أسماء حرف تهجي حرف ألف با وكو با تا سا كواتا أعوان با أمي هربايا با تا سا إمالة لأنها وإن كانت أسماء مبنية هل شنما اسم قليكي مبنين مبنية كان دبلوك أنه تركيبها قرار ينبع حرفي كإذا وكو إذاوان وكو كإذا وما إلا أن وكو إذا وما شون غير متمكن أمان غير متمكن إلا أن وضعها على أن يكون موقوفا عليها إلا لبر أويك وضع أمانة بنا بر أويك وقبل سركراوب مثلا بغي با تا سا هل بيش وقف غير سري بخلاف إذا وما كبو وقف كردن لسر دانا نريان فأميلت لبيان أليفاتها فز إمالة أكريب الفكاية البيان كري كما مر في باب الوقف وكل باب وقفة باس كلا عند من يقلب الألفية أن لا أكسانيك الفكاء كابيه باري باري يعني لحالي وقفة الفكاء بيه هواي آخر كساني واحد يعني هلو كل يواجه شون بياني مثلا لحالة وقفة كسي وقف كالفكاء بيه لماشانية مثلا ما نشنها مش لحال وقفين وزانين كوا مناسبة ألف لحال وقفة كريبة فس إلا برعوه وكار إمالي أندرستا والدليل على ذلك أنها لا تمال إذا كملت بالمد دليل يجلس الأوقسيك من أي كم أويك أوانا يعني أو حروف تهجية إمالي ناكر ينز زمانك أقل بمد كعمل فيها مثلا بجيب ريباء ريباء تاء إتلي واكا إمالنا يقول لأنها لا تكون حينئذ موقوفا عليها شن موقوف أو الفك موقوف عليني أو موقوف عليها مزكية مثلا ولقوة الداعي إلى إمالتها أميلت مع حرف الاستعلاء وحتى شن كداعي أنجيزة بقوة بو إمالة كرني الفك حتى لقل حرف الاستعلاء شا الفك ما لقول طا ظا مثلا طي ظي تيش دورني عوي خوماني خلنا ألف بي تي حرف الاستعلاء إمالة بي أبو زور بيكرت هو حرف عننا وكان يان باتايا أي بوش وقت يا ما ألف خلاني نوا علين ب ت س ج ح خ ها يعني أول كآخر كي إيه مبيه ويخلي الآخر كي ألف آخر كي ألف على بوش يوم عملنا كده لبرشي إيه مش هون لبرة إمالة يا ما مثلا يوم لكوريا إمالة ما كده وانا حاضر بخلاف طالب ظالم لطالب ظالم داعي بقوة دنيا بوهينك بو إيمالك ككسري دواي ألفكية أو طايو أو ضايا كحرف السلام درقتي مقتزية كديا درقتي داعية كديا فإيمالنا أكري حارب تذييل تذييل يعني داوينك تيبين أم بحث بحث إيمالك خوان من تايرا با داوينك يشيبو دروس كين وكبر خاتيمة أفرمي وقد تمال الفتحة منفردة عن الألف وما شابهها كهاي التأنيثي جاري وهي آخر ما عايز كانوا تمانة فتحة إمالة أكري وقت لك إيش ألف وبيع لك إيش تأنيث وبي أو ما نوتة كتي تأنيث كإيش وقت في لفكرة بهي كعبت هي تأنيث كشي عظيم جاري وهي فتحة إمالة أكري هرب تانية كوا مجرد لألف هروها لمشابه ألف إيش كهاي تأنيث ولا يكون إلا مع الراء المكسورة بعد الفتحة كليش أعم حالة نابي إلا لا قال الري مكسور أنا بين الري مكسور كيش دواي فتح قل عليك تقول وكم من الضرر نيا قال ما هنا وقف إلى سرناك من الضرري علي واتني فتح الري أولك إيمانك من الضرري أعوى ومن الكبري مثلا من الكبر نيا من الكبر من الكبري مثلا ومن المحاذري محاذري مثلا في المحاذر بفتح الدالي فحدي ذالي وإنما جوز إمالة الفتحة مع الراء المكسورة بعدها لما في إمالتها من الكلفة فلم يقوى عليها إلا الراء المكسورة لما فيها من تقدير كسرتين بخلاف غيرها من الحروف شاكر
بله على بو إمالة جائزة إمالة فتحة لقرأي مكسورة دا كرأي مكسورة كالدواء فتحة كوابية لبر أوي خوي لإمالة فتحة دا كأقر لفيج ألف ونوية ولفيج مشابه ألف ونوية كل فيتيايا دي ما دام كل فيتيايا فلم يقوى عليها هشتيق قوي بو كل فيا ناشكي مقر الراء المكسورة مقر ري مكسورة بو شن ري مكسورة تقديري دو كسريت يا شن كالري تكرارك يا بخلاف غير كسري مكسورة من الحروف إلى حرف غريتر وهي تغلب المستعلية ري مكسورة أو نبق وتعتى غلبة بس المستعلية بياك وكم من الصغر يعني أعتر من الصغري أتوين حتى بس أو غير شو إمالك بكين من الصغيري مثلا إلا إذا كان المستعلي بعدها ما قال المستعلي كان لدواء الريك مكسورة كوابي حاربي نحو من الفريق فإنها لا تمال كما مر في نحو فارق وتغلب الراء المفتوحة أيضا حتى أو الري مكسورة غالبا بس الري مفتوح شاوكم من الضرر كباسمك وقيل وتمال للراء المكسورة أيضا الضمة التي قبلها قيل أكثر كدو حتى إما لا أكريب لو لا يكسر أو ري مكسورة لبرخة الري مكسورة شي إما لا أكريب لما يكل فيج ري مكسورة فوقل على قريب وكو من السموري سمورنا ويداريك من السموري يعني سكانينيا ريك خوفت حيلة فيشونية مثلا لما كبر وكسر إما لكي من السموري سامري اوا ومن المنقري منقري اوا منقرشية وهي الركية الكثيرة الماء بيريكا كبيريكا اوي زور بيه ومن السرور اوي شرب وجولتواني واذا املت فتحة الزال في محاذر اقر ايمالي فتحي زالكي محاذر بكي اتلمتما للالف التي قبلها او الفيك لفج زالكوي او ايمال ناكريه ولأن الراء لا قوة لها إلا على إمالة حركة قبلها متصلة شنك الري قوي ناشكي قوي نيبو أو لسر إمالة حركة كالفش خيوبي لسر إمالة قوي نيبو أو مقر لسر إمالة حركة كالفش خيوبي قرار أقري كالفش خيوبي متصلة فيوي أو أتواني نغيريون كما ذكرنا أو منفصلة يا منفصلة بحرف ساكنين فاصل قبل حرف ساكن به كما تميل فتحة من عمرين هل وقت إمالة أكي فتحي من عمر فتحي سر عينك آخر نيها أول لقى الريكا فاصلها بحرفك ساكن هي من عمر هل وها ولمة من عمر ولمة من عمر مثلا بلاي من عمر وكذا إذا كان الساكن واوا ساكنك واو بها أكليه إمالة وكو ابن أمي مذعورين مذعورين يعني عينك إمالك مذعورين وابني بورين ابني بور مثلا ابني بور أوليك متعجبين إشمانك قال السبوي تميل اللمة وتشمها شيئا من الكسرة يعني تو إمالي الله ما أكيت توزق لكسري في أخشميني فتصير الواو مشمة شيئا شيئا من الياي أو أختي يكي الشيء لي أتيت ناوة وتتبع الواو حركة ما قبلها وكش تبع إلى حركة ما قبلها كيف في إشمام إلى إشمام كما تبع دي تبعت الألف ما قبلها في الإمالة وكو ألف تبع إلى ما قبلها قال إمالة فإن هذا الإشمام هو الإمالة أو إشمام أخو إمالية وقال الأخفش الألف لا بد لها من كونها تابعة لما قبلها ألف تابع ما قبلك به ولا كذلك الواو أما واو واجبني حتما أتواني تابع ولا واجبني لسري فإنما قبلها قد لا يكون مضموما شنك واو جاري وهي ما قبلك مضمومنا به ولي ألف همشي ما قبلك مفتوحة فعلى هذا وقت ألف فتحة تغيير أخوة أو تغيير أخوة برام شن واو همشي ما قبلك مضمومنا به أقل ما كيش تغيير أخوة لو عني تغييري تغييرك واجبنا به فعلى قوله تجيء بالواو صريحة غير مشمة شيئا من الياء بعد اللمة المشمة كسرتان شاكا فعلى قوله تزبينا بالقول أخفش تجيء بالواو صريحة
يعني توا وكأهيني بصريحي با فتح الله ما يتيج واوك إشمام كرد به ولي واوك بصريحي أهيني بغير مشمي ببيع ويكوا إشمام شيء ليتي كرابي لدواء أولا ما يوكوا مشمى بكسرة كسري بإشمامك كسري تيبلعوا عارف لا لا مثلا كان كلمة مذعور بناء بالقول غيري أخفى شيء واوك إشمامك شيء لواوي تيبكي ما ليه تيبكي ثم مذعور 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 ولي أو عليك هكذا يعني الله ما كان إشمامك واوك وخذ بصاحب يوم انتهى وإذا كان قبل الراء المكسورة ياء ساكنة قبلها فتحة أقل لفيش ري مكسورة ياكي ساكنة بك لفيش ساكنة وفتحة به وكو بخير فلا يجوز إشمام الفتح شيئا من الكسر إذن لو أدروز مية تو خيك جوالك تلفز كشيئا لكسر تي إشمامك لأن إشمام الفتح لا يبينو شن إشمام الفتح كدرناك بأوكات إذا كان بعده ياء كالدواء وياب به كما يبين إشمام اللمي وإشمام الله در أكبر إشمام الله الكسرة در أكبر إذا كان بعده واو كلا دواء واو ببيه نحو من نورين مثلا لواقع إشمام الله ما كشكي هر در أكبر تواجبين؟ أثنى مانا قيل وقد تمال أيضا لكسرة الراء فتحة فتحة ما بابا لكسرة الراء فتحة ما قبلها ولمته أو قيل جريم جاري وهي إيمالة أكلين لبركسر الراء فتح ما قبل الريكة يا الله ما قبل الريكة وإن كانت في كلمتين بالدو كلمة دابل وكو أوابت شيء إن شيء يا إن خبط الرياحين خبط الرياحين ريكة مكسورة ما قبلك طاية وفتحي للسلة حرف استعلاء الشتاء الله بكل بسليم هستو مالو ديباشا لكسر الرأي فتحة ما قبلها فتحك إيمالاكي خبط الرياح خبط ريا وكوائل يكي كواتا لفز بتيت لفز بكسر بكي يا وهذا خبط الرياح خبط رياح مثلا كالمطري والمنقري وكو مطر ومنقر كفتحك والله ما كمان إيش ما نكر ونحو خبط الريح خبط الريح ريكا مكسورة ولد وعي ما بعدك أو ييلي جعل ونحو خبط الريح أبعدو دورت لوجود ساكن بين فتحة الطاء وكسرة الراء شن ساكنة موجودة لبين فتحي طيكا خبط الريح أوى يعني بري إن خبط الريحين خبط الريح أوى شن أو ساكنة كأبيت لامك جارة تبديل وبري لبين الريكو ري مكسوركو لبين فتحة عقل هذه قلت أوى نعلي الناكري ولا دولة أوى متواجبي ونحو خبط فريد شاكا أبعدو أو بو لوجود المتحرك بينهما فريد في كلا بيني طاك ولا بيني ريكا قراري قرتنا إشكالا يقول وأعلم أن التعريف المذكور للإمالة لو كتب قديما نهر مثال بفريد يرنا وبهين كل بزيد يرنا وأميك مثال بفريد ينات شاكا بذلك تعريف مذكور كذلك ما كبو إيمان ليس يشمل إمالة الله مثل الكسرة شامل إيمان الله مبلا كسرة ندها في نحو من السمر ولا بأس بذلك لقلتها يعني تعريفك شامل وناهد بهذا الحال ولي هاي الشعوة يعني أبتوى تعريفك شامل أمش به ليس شيء جيد أو تعريفك كذلك ما كبو إيمان شامل إيمان الله مبلا كسرة ندها لما ندي من السمرة ولا بأس بذلك قيناك ولقلتها تنمى كما وعدم الاعداد بهوى لبرو اعتبار بينك ومن ثم ذهب كثير منهم إلى أن الإمالة هي أن تنحو بالألف نحو الكسرة تعريفا للشيء بأشهر أقسامه هل لبرويك وأني تري قلة بعد واحدة إمالة أويك تو ألف برو كسر بري أن تنحو بالألف نحو الكسرة والده أم تعريفان بكرة ولا تعريفا للشيء هاتون تعريف الشيء كان كنا بأشهري أقسامك كميل نعم كميل بألف بولايه أخي هو أشهري أقسامك هذه نعم ميل فتح بولاية كسر أو إيش قسميتي ولا ما أشهري أقسامي أو حالولا يعني أجر حتى مثلا لا هاتون بأشهري أقسام تعريف إيماليان كذوها كحتى شاملي قسم كانت مشهور ولي أشهر مين شاملي أوانج نايه وقعوا تعريفة دارة إيرادنية
ام تعريفش که ایم کردمان که شاملی اشهر و مشهور دی بلام شاملی زور قلیل نایه و که هنی سمر باشه او ایتر تعریف شاملی وی قینا موفق میشه بله نحو اینی ایماله اویه کوا الف برو کسر بری یعنی او فتح برو کسر بری الف برو کسر بری یعنی متمایل به کسره گیری کسره برو لیه چی فرمه ولی اگر من بوام پی باجو که او الف برو یه بوایه هر وقت فتحه که بولای کسره یه که بولای اینه الفه که بولای یه بی او اخر لا اول وقتی فی الاصلاحی ان ينحى بالفتحه نحو الكسره دی فتحة نحو الكسرة إذا أقل بين نسال أليف وقت يكني فتحة برو كسرة شيء دي الفقاش برو يه شيء جامع نقول بوي أشياء ما أن تنحو بالألف نحو ال أو بوعي نحو الياء بوعي.